حلوين. اكتيفيتي نمبر 1 في البوكلت راح تشوفوها هون، وهي الفكره تبعها انه بدنا نرسم ايدنا ونحط عليها كانه هي شجره، نحط عليها ليفز ورق الشجر، نكتب عليهم صفات الرب او هو شو بالنسبه لنا. من بعد ما نخلص نعلقها شي محل دائما نشوفها لحتى نكون عم نتامل بيسوع ونفكر فيه. انتو لما تعملوها هلا انا رح ساعدكم وعلمكم كيف. انتو لما تعملوها بعتولنا صوره لشغلكم على الواتساب او بالايميل لحتى نكون عم نتشارك كلنا مع بعض بهالنشاط الحلو. تذكروا دائما كل الكلمات اللي كتبتوها هون انتو عم تقروها، فكروا فيها وتقولوا له للرب قديش انتو بتحبوه، قديش هو بيعني لكم. اول شيء لازم نرسم ايدنا على الكرتونه بالفطر حتى تعلم منيح. من بعدها ناخد المقص ومنقص الايد يلي رسمناها، وننتبه كتير على ايدنا، واذا اضطرينا منطلب مساعدة حدا كبير يساعدنا. هيدي الايد صارت جاهزة، هي بتشبه الشجرة كأنه جزع شجرة مع الأغصان. كرمال هيك رح نرسم وراق الشجرة على الورقة الخضرة ونقصهم حتى نلزقهم على هيدي الإيد. وهلأ بدنا نجيب التلزيق يلي موجود بالبوكس ونحط تلزيق على الليفز الوراق يلي نحن قصيناهن ونلزقهن بهيدي الطريقة على الشجرة. ما زال عنا ورقة صفرة، فينا نعمل كمان شوية ليفز صغار باللون الأصفر لحتى نزينها وتطلع colorful أكتر. فينا نطوي الورقة ونقص 4 leaves مع بعضهم. من بعد ما نقصهم ونلزقهم بنبلش نكتب على leaves الكلمات اللي نحنا منحس إنه أو صفات يسوع، صفات يسوع يلي نحنا منفكر فيها عنه. مثلا he loves me، يسوع بحبني. he cares، هو بيهتم. He provides يعني بيسدد كل احتياجاتي. وانتو كملوا اكتبوا كل الاشياء اللي انتو بتحبوا تحكوا عن يسوع فيها، وبالاخر فيكن تحت على الجزء تكتبوا اسم يسوع Jesus لحالة او Jesus I love you مثل ما انتو بتحبوا.